في سنة 2008 بيتعرض فيلم في السينما اسمه ورق شفرة، فيلم أبطاله مش معروفين ساعتها وهم أحمد فهمي، شيكو، هشام ماجد، وما كانوش عملوا أفلام في السينما قبل كده خالص، يعني فيلم من المتوقع ان هو مش هينجح أبدا. بس الفيلم فكرته كانت جديدة ومختلفة، وحتى نوعية الضحك في الفيلم مختلفة برضو عن الضحك اللي بيتقدم وقتها. بس برضو هل ده معناه ان الفيلم هينجح؟ ده انت اترزعت حتة قفا يا استاذ وليد، يا نهار ابيض، ايه الاحساس ده؟ ايه التقمص ده؟ الفيلم بيتعرض في السينمات واول ما بينزل ما بيحققش النجاح المطلوب، ولكن بعد كده الفيلم بيبتدي يحقق ايرادات شويه بشويه، وبعد شويه الفيلم بيبدا يحقق ايرادات اكتر، والفيلم في الاخر بيحقق نجاح كويس في شباك التذاكر. وفيلم ورق شفره بعد ما نجح في السينما كان سبب بقى ان الثلاثي بعد كده يعملوا فيلم سمير وشهير وبهير، فيلم احداثه بتدور عن 3 اخوات بيرجعوا بالزمن لفتره السبعينات. أنا بقى هكلمكم دلوقتي عن بهير، عن هشام ماجد، وهقول لكم ليه لغاية دلوقتي هشام ماجد هو أذكى من فهمي وشيكو. هشام ماجد كممثل هو مجتهد جدا ودايما بيطور من نفسه. ده اللي هو ازاي يعني؟ هقول لك أنا، هشام ماجد لما عمل فيلم ورق شفرة كممثل هو أقل واحد فيهم، وده مش معناه إن هو ممثل على قده مثلا ولا حاجة، ولكن ما كانش لسه بنفس التطور اللي هو فيه دلوقتي، ودليل على كده إن مثلا فيلم سمير وشهير وبهير هنلاقي إن الضحك موجود أكتر عند فهمي وبعدين شيكو، وبعديهم على طول يجي هشام ماجد، وهكذا في مسلسل الرجل العناب هنلاقي ان اكتر كوميديا في المسلسل كانت لاحمد فهمي. يمكن في الحرب العالميه الثالثه كانوا الثلاثه في نفس المستوى تقريبا، والفيلم ده نجح جدا لما اتعرض في نفس الموسم. مثلا بيتعرض فيلم زي فيلم الفيل الازرق الجزء الاول، فيلم بيعتبر من انجح الافلام في السينما المصريه، ولكن للاسف بعد الحرب العالميه الثالثه بيختلف الثلاثي مع بعض، وبيروح احمد فهمي يعمل اعمال فنيه مع نفسه، وبيفضل شيكو وهشام يعملوا اعمال فنيه مع بعض، وممكن برضو في نفس الوقت كل واحد فيهم يعمل اعمال فنيه لوحده. وعايز اقول لكم على حاجه بقى، لو تلاحظوا هتلاقوا هشام ماجد بعد فيلم الحرب العالميه الثالثه كان بيطور من نفسه دايما. فيلم حمله فريزر من الافلام الكويسه قوي اللي عملها هشام ماجد وشيكو مع بعض، الفيلم ده كان بيتعرض قصاده فيلم كلب بلدي من بطوله احمد فهمي، والفيلم حقق ايرادات اعلى من فيلم حمله فريزر، ولكن الايرادات مش مقياس لنجاح اي عمل فني. وعلى سبيل المثال فيلم شيء من الخوف، الفيلم من افضل افلام السينما المصريه، ولكن الفيلم ما حققش نجاح في السينما خالص. فيلم حمله فريزر كان الانطلاقه الحقيقيه لهشام ماجد في السينما، وهشام ماجد بيرمي الافيه من غير افوره، هو مش بيزعق عشان انت تضحك، هو بس بيرمي افيه وانت هتضحك يعني هتضحك، وده هتشوفه في افلام كتير عملها هشام ماجد بعد كده. خد عندك مثلا البومه، شيكو على فكره كان مبدع جدا في الفيلم ده وكان كوميديان عالي جدا، ولكن هشام ماجد بيقدم دور مختلف وجديد عليه تماما، وفوق كل ده الدور كوميدي جدا. وفيلم البومه هو واحد من افضل افلام الالفيه الجديده من وجهه نظري، مشاهد شيكو وهشام ماجد كلها ضحك، وكمان سامي مغاوري كان بيضحك جدا في الفيلم ده، واكيد دلال عبد العزيز الله يرحمها كانت اضافه مهمه جدا جدا للفيلم ده. وفي بقى افلام عملها هشام ماجد لوحده من غير شيكو، زي فيلم حامل اللقب، فيلم فكرته حلوه قوي، وبرده هشام ماجد في الفيلم ده في كتير من المشاهد بياكد ان الافيه مش محتاج معاناه عشان تضحك منه، بسيط جدا وهو بيقول الكلام، وده فعلا اللي كان بيعمله هشام ماجد في الفيلم، بيرمي الافيه بكل بساطه، انت هتضحك يعني هتضحك، لان الافيه مكتوب حلو، والراجل ده مش بيجز على نفسه عشان يطلع الافيه كده مثلا. في فيلم برده كان عمله هشام ماجد حلو قوي، وهو فيلم تسليم اهالي مع دنيا سمير غانم. اعتقد ان فيلم تسليم اهالي بقى من الافلام الجيده اللي قدمها هشام ماجد للسينما، ولكن بقى في حته فيلم عمله هشام ماجد انا بشوف ان فكره الفيلم ده مهمه جدا ومختلفه، وواحد من افضل افلام هشام ماجد. الفيلم اللي بتكلم عنه هو فيلم فاصل من اللحظات اللذيذه. هنا بقى هنتكلم عن القصه. قصه الفيلم بتدور في اطار من الكوميديا والفانتازي، عن شخص بيروح لعالم تاني، والعالم التاني ده بيلاقي واحد بنفس مواصفاته وبنفس شكله وبنفس كل حاجة، التشابه في الشكل بس، لكن الطباع بقى مختلفة تماما. هنا في عالمنا هو شخص فاشل ومراته مش طايقاه، واللي هي هنا الزاهد في الفيلم، وبالمناسبة هنا الزاهد عملت الدور كويس قوي برضه. أما بقى في العالم التاني هو شخص ناجح ومراته بتحبه، وطبعا كل ده في إطار كوميدي، وهنشوف
هتشوف بقى ازاي لما الشخص ده هيروح حياة الشخص اللي في العالم التاني ده هيقلبها جحيم، والشخص اللي هيجي من العالم التاني ده لحياة الشخص ده هيخليها جنة. وفكرة الفيلم جامدة جدا، لان الفيلم بيتكلم عن ان المشكلة في الانسان ذات نفسه، وهو اللي بيقدر يطور نفسه ويبقى افضل، وهو اللي ممكن يكون فاشل ومش نافع في اي حاجة. لو نلاحظ هنا هشام ماجد عمل الدورين بشكل مختلف تماما، وكان مقنع جدا في الشخصيتين. ويمكن التطور الفني اللي وصل له هشام ماجد دلوقتي ده بسبب ذكائه واجتهاده، ان تبقى تجتهد عليها وانت بتعملها تبقى متاكد انك بتعمل حاجه كويسه، انه دايما بيختار اعمال فنيه مختلفه وما عندهوش استعداد ان هو يثبت عند نمط معين، واستحاله تلاقي عمل لهشام ماجد شبه التاني. ولو هنتكلم عن المسلسلات بقى، في مسلسل مهم كان عمله هشام ماجد مع احمد مكي وشيكو، وهو مسلسل خلصانه بشياكه، المسلسل اللي ما خدش حقه خالص لما اتعرض، ولكن كانت فكره المسلسل ده مختلفه وجديده وحلوه جدا، وده لان برضه سواء مكي او هشام ماجد او شيكو هم مش بيعملوا اي حاجه وخلاص، هم دايما بيختاروا العمل الفني بعنايه شديده جدا. بس في مسلسل بقى بيعتبر هو الانجح لحد دلوقتي في مسيره هشام ماجد وشيكو الفنيه، وهو مسلسل اللعبة، وسيم السريتي شيكو طبعا وموزو هشام ماجد. انا بشوف ان المسلسل ده من اهم ما يميزه هو الحوار الجيد، وكمان احداثه اللي مش بطيئة خالص. مسلسل ممتع ومسلي وجامد جدا، ودليل على كده ان المسلسل اتعمل منه كذا جزء، ولسه كمان ممكن يتعمل منه اجزاء تانية عادي، وكل الاجزاء دي بتنجح وما بتكونش سيئة. ولكن هنا السؤال بقى، هو هل هشام ماجد اذكى من احمد فهمي وشيكو؟ بصوا، هو سينمائيا اكيد هشام ماجد اذكى لاسباب، لان احمد فهمي افلامه الاخيره مش افضل حاجه، او بمعنى الاصح كده مقارنه باخر افلام هشام ماجد، افلام هشام ماجد اكيد هي اللي هتكسب. يعني فيلم شبه عصابه الماكس مثلا مقارنه بفيلم فاصل من اللحظات اللذيذه، اكيد فاصل من اللحظات اللذيذه هو الافضل فنيا وتجاريا كمان. وشيكو هو عمل فيلم بس من بطولته وهو ابن الحاج احمد، فيلم ما كانش افضل حاجه برضه، مع ان الفيلم كان فيه جانب كوميدي كويس يعني. طب بالنسبه بقى للمسلسلات والدراما، مين الاذكى؟ احمد فهمي عمل مسلسلات كويسه مفيش كلام، ولكن برضو هشام ماجد وشيكو عملوا مسلسلات حلوه جدا. وممكن بس اسوأ مسلسل عمله احمد فهمي كان مسلسل رجاله البيت، المسلسل اللي كان اسوأ مسلسل واسوأ عمل فني في مسيره احمد فهمي اعتقد. يبقى كده من ناحيه السينما حتى الان هشام ماجد هو الافضل والاذكى، وده لان هشام ماجد دايما بينوع في اعماله الفنيه اللي بيقدمها. وده مش معناه ان فهمي وشيكو اعمالهم مش كويسه، اكيد قدموا اعمال فنيه مهمه جدا برضو. ولكن هنا بقى يجي السؤال اللي محير كل الناس ومحيرني انا شخصيا، ماذا لو تعاون فهمي وشيكو وهشام ماجد في عمل فني من جديد؟